اشتكى عدد من الطلاب السعوديين والخليجيين المبتعثين إلى ولاية أيداهو الأمريكية من تعرضهم المستمر لعدة ممارسات عنصرية بحقهم، تمثلت بالإيذاء والاعتداء بالضرب والتهديد والسرقة، بل وتجاوزت التهديدات إلى محاولة القتل المتعمد وإشهار السلاح، فيما أكد بعض المبتعثين أنهم وجدوا عدة رسائل خطية تركت على سياراتهم تطلبهم العودة إلى بلادهم. من جهتها وجهت الملحقية السعودية المبتعثين إلى ضرورة ترك الولاية، وأصدرت بيانا بإيقاف الدراسة مؤقتا في جامعة أيداهو ستيت لكافة الدرجات التعليمية. ومعي عبر الهاتف من ولاية أيداهو الأمريكية عبد الرحمن أحمد، أحد المبتعثين السعوديين، وأيضا معنا عبر سكايب رئيس النادي الكويتي في جامعة ولاية أيداهو في أمريكا موسى المجهول. مرحبا بكما معنا في نشرة أرابي. أبدأ معك أحمد، لو نسلط الضوء أولا على طبيعة ربما التهديدات التي يتعرض لها المبتعثون السعوديون في الولاية. أولا مساء الخير، أشكركم على استضافتكم وسرعة تجاوبكم وحرصكم علينا. ثانيا أحب أوجه أو أوضح مساحة بوكاتيلو وعدد السكان. بوكاتيلو عبارة عن حي من أحياء السعودية صغير جدا وعدد السكان جدا بسيط. فبالنسبة للمشاكل اللي حاصلة تعتبر يعني جدا كبيرة بمساحة المدينة. طب يعني مثل ماذا لو تطلعنا على قصص سريعة تفاصيل أكثر؟ أوكي، بدأ الموضوع في محاولة تشويه المسجد من تهشيم للزجاج المسجد وكتابات وعبارات يعني غير لائقة. ثانيا توزيع سريات على سيارات الطلاب الأمريكان. نعم. تحتوي فيها على تشويه، مقاطع تشويه الإسلام والمسلمين. وهذه المقاطع لا تعكس الصورة الحقيقية للإسلام. يعني هل تعرضت أنت شخصيا يا أحمد لأي نوع من هذه التهديدات التي تتحدث عنها؟ تحدث التهديدات والمضايقات تقريبا شبه يومية الطلاب خاصة العرب. طيب. وآخرا مشكلة السرقات، سرقات المنازل، سرقات السيارات كانت قديمة ولكن ما ازدادت الشهر الأخير هذا حتى وصلت إلى 33 بيت سعودي و24 تقريبا بيت كويتي. طيب يعني مشكلة قديمة جديدة سيد أحمد. أحمد أرجو أن تبقى معنا، سأنتقل الآن إلى أيضا رئيس النادي الكويتي في جامعة ولاية أيداهو. مرحبا بك معنا موسى في نشرة الرابعة. إذا هي مشكلة قديمة جديدة الآن زادت في الآونة الأخيرة هذه الاعتداءات، ما دور الملحقية الثقافية الآن، دوركم أيضا في معالجة هذه المسألة؟ السلام عليكم. احنا اجتمعنا مع الطلبة في المنطقة ومع النادي السعودي ونزلنا بيان بخصوص الموضوع هذا والمتطلبات والمشاكل والسرقات والاعتداءات التي حصلت لجميع الطلبة والطالبات في المنطقة. ويعني للأمانة الملحقيات الحمد لله استجابت معنا، السعودية استجابت مع الطلبة السعوديين والملحقية الكويتية استجابت مع الطلبة الكويتيين والحمد لله. يعني طب يعني ماذا طلب هؤلاء الطلاب وماذا كانت الاستجابة، يعني لو تطلعنا على تفاصيل؟ نعم، بعد الاجتماع الذي عقده الطلبة بتنظيم النادي الكويتي والنادي السعودي في الجامعة في جامعة ولاية أيداهو لجمع وحصر وتوثيق جميع المضايقات والاعتداءات والسرقات التي تعرض لها عموم الطلبة والطالبات في مدينة بوكاتيلو والجامعة، اتفق الطلبة على 6 مطالب، ألا وهي: المطلب الأول تحويل استثنائي اضطراري للطلبة. الحمد لله تمت موافقة الملحقيتين على هذا القرار والمطلب ونشكرهم على هذه الاستجابة السريعة. والمطلب الثاني تمديد البعثة للطلبة الغير مستوفين لشروط التحويل وتمديد بعثة الطلبة لمستوفين لشروط التحويل بدون إسقاط حقهم في المطالبة. طيب لكن يعني سيد موسى، ألا تعتقد بأن الانتقال إلى جامعة أخرى أو ربما ترك هذه الجامعة، يعني العنصرية عنصرية أينما وجدت، يعني المسألة ليست مرتبطة في المكان؟ صحيح، العنصرية هي موجودة من زمان، لكن المشكلة الأساسية أن غياب الأمن في المنطقة، يعني زيادة عدد السرقات
وكل ما نتصل على الشرطة نبلغهم في هذا الموضوع إن يردون علينا في أن هذه السرقة نبين عليها أنها رسالة فقط وليست سرقة لأشخاص للاستفادة أو يعني يدخلون للشقة أو للبيت يسرقون شغلات خفيفة ويخرجون. وكان يعني كل سارق أنه يسرق في المنزل لكن رسالة يوضعها ويرحل. أرجو أن تبقى يعني معي، سأنتقل مرة أخرى إلى أحمد أحد المبتعثين السعوديين. نريد أن نعرف منك عبد الرحمن، يعني هل أصبح ربما التمييز ضد الخليجيين العرب في الولايات المتحدة يمكن أن نطلق عليه ظاهرة الآن؟ أنا قد سكنت في ولاية أخرى لم أجد أي مشاكل عنصرية حدث معي. يعني أعمال فردية في الولاية التي تقيمون فيها أنتم؟ نعم في مدينة بوكيتينو. أها. طيب، وما طبيعة الرد يعني من قبلكم إذا تعرضتم لهكذا نوع من التهديدات أو إساءة لفظية ربما؟ أسهل شيء له هو الاتصال بالشرطة. أها. وصولهم سريع، ولكن نحن نتمنى مثلا رد أفضل من ذلك ومحاولة إنهاء هذه المشاكل. يعني هل اخترتم جهات حكومية مثلا يعني وزارة التعليم العالي بهذا الموضوع والملحق، يعني كيفية التواصل والتحاور معهم؟ صحيح، ونتمنى أن السفارة السعودية تتواصل مع من بيده الأمر والسلطة في ولاية أيداهو والضغط عليهم من أجل توفير بس الحماية، لأن هنا موجود تقريبا 640 طالب سعودي مع عوائلهم يحتاجون لأجواء آمنة وهادئة للتركيز في الدراسة. طيب، سأنتقل يعني بالحديث بنفس سياق الموضوع إلى موسى المجهول. هل تعتقد بأن المسألة ستحل بسرعة أي سيوفر الأمان للطلبة الخليجيين؟ إذا وصل كلامنا وأخبارنا إلى المسؤولين في الدولة أكيد ونجزم بذلك أنه سيحل الموضوع وسيرجع الأمان للمنطقة، لكن حنا من جهتكم يعني نوصل رسالتنا هذه للمسؤولين والاستخارة والوزراء أننا في حالة خطر لا يرثى لها ولازم يدخلون في أسرع الوقت. كل يوم في تزايد، كل يوم أمس صارت ثلاث حالات اعتداء على الطلبة وقبل أمس نفس النظام. فأرجو من الجميع أي شخص مسؤول له تواصل مع السفارة الأمريكية أو أي جهة في أمريكا أنه يتفاعل معنا ويساعدنا في وضع الأمان في المنطقة. أتمنى أن تكون الرسالة وصلت. انتهى الوقت، أشكركما جزيل الشكر. أيضا كان معي موسى المجول رئيس النادي الكويتي في جامعة ولاية أيداهو في أمريكا، وأيضا عبد الرحمن أحمد أحد المبتعثين السعوديين.